Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lam nursalina ala siratim mustaqim nanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira bahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi annakum ughlalan fahiya ila dhiqni fahum maqmakun waj'alna min baini jim sadda wa min khalfihim sadda fahushayna fahum la yubasirun wa sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun inna ما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب بشر مغفرات واجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونقدم واثر ما كنا شينا صينا في إمام مبين واضرب لهم مثلا سبع القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا من ذي الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وبين قالوا إن تنظرنا بكم لإن لم تنظروا نرجمنكم لمسنكم من عذاب عليم قالوا طائركم معكم تكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من سلمة ندر الدنيا سأقول لكم اتبعوا المرسلين تبعوا من يسار مجورا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني ترجعون أتخذ من دون آلهة الرحمن بدر لا تغنيني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إلا في ضلال مبين إني آمنت بربك اسمعون كلا تدخل الجنة قال يا قوم يعلمون واغفر لي ربي واجعل مكرمين وما أنزلنا القوم من بعد من جند من السماء ما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واخدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إنكم مستهزئون ألم يروا كما أهنا قبلهم لكرنا أنهم لا مرجعون وإن كل ما جمعنا لهم الدارون وأيتم الأرض الميتة وخيئين وأخرجنا خبهم وهم يقولون وجعلنا في الجنة من داخل وعلنا بها أجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره ما ملت أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تملى الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم أسلاكم النار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر إلى ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منزلا قد عد كل قدر قديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار كل فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا درة بكل مسحون وآيات لهم أن أسلاهم نار فلك مسحون وآيات لهم أن Bismillahirrahmanirrahim. واستمتجر المستقر إلى ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منزلا قد عاد قمر قديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الليل سابق النهر وكل فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرية فلك المشحون وخلقنا لهم مثل مركب وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم من قدر إلا رحمة منا متى لاخين وإذا كنتم تقوم بين يديهم وخلفكم لعلكم ترحمون أما تأتيهم من آيات من آية آيات ربي من لكان موردين وإذا كان من فيكم ورزقكم الذين كفر الذين أمنوا أن يتم الله يشاء الله تمن عندهم لا في ضلال مبين ويكون متى هذا الوعد من صادقين ما ينظرون الساعة واخدة نأخذهم يخصمون ولا يستنتجون التوسعة ولا إلى أنهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الجدات إلى ربي ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مرقدنا هذا ما ترحمنا صدق المرسلون إن كانت إلى ساعة واخدة وانجملة المدرون فاليوم لا تتلم ناس شيئا ولا تجزون ما كنتم تعملون إن سمى الجنة اليوم في سهول فاكهون هم أزواج من دلالين الأرائك متكئون لهم يا فاكهة ولهم أداء السلام قولا من رب الرحيم أم تنزل اليوم هم مجرمون ألم هت لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا الدنيا صراط مستقيم ولقد أضل من جنبنا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون نسلا واليوم كنتم قرون اليوم نختم على أفهم وتكلمنا أيدي وتشهد ورجل ما كان يكسبون وأن الشهر تمسنا عليه المستبق السيرات وأن يسيرون وأن الشهر مسحنا ما لما كان أدوى ستمدية ونرجعون ومن نعمر نكسر في الحركة فلا يقيلون ومعلمنا مشيرا ينبغي لا إن ولي ذكرى قرآن مبين لينذر من كان خيا ويكون كافرين أولم يرون خلقنا لهم مما ملت أيدينا أن أنعم فهم لا مالكون
يعقلون وذللناهم فمن ركوب ومن أكلون ولهم في منافع مشارب أفلا يشكرون وادخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون استهدين نصرهم لجند مهدرون ولا يسبقون من العلم يسرون ما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ولم يخل الذمر كل في الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر النار فإذا أنتم لا تكادون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر ألا أن يخلق مثلهم فلا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يأكل لكم فيكون سبحان الذي بيد ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا والتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض بينما رب المشارق إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وخفض من كل شيطان مريد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويكذبون من كل جانب دخورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتم شهاب ثاقب فاستفدهم أهم أشهد خلقا أمن خلقنا إن خلقنا من طين لازب فالأجبن يسخر وإذا ذكرنا يذكرون وإذا رأوا يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أيضا مثل أين نبعوذون أبعونا الأول قلنا أنتم داخرون فإنما يججرة واخدة وإنهم ينظرون قالوا يا ولنا هذا يوم الدين هذا يوم الفاصل الذي كنتم نعذبون وشور الذين ظلموا أزواج ما كانوا يعبدون من دون الله فاتوا من أسرة اليقين وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم استسلمون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا يمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان عليكم سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا ذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في الأرض مستغرقون إن كذلك نفعل بالمجرمين إن من ذاكر لهم لا إله إلا يستكبرون ويقولون إنا تاركوا آلهتنا لسان مجنون بل جاء بالحق والصدق المرسلون إنكم لذائق العذاب العليم أما تجزون ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فهو مكرمون في جنة النعيم على سجاد النعيم على سرور متقابلين يطوف عليهم بسبب أسماء بيض ولذات لشاربين لا فيها قول ولم أنهم يزافون عندهم قصر طرف عين كأنهن بيض مقنون وأقبل بعد ولا بعد يتساءلون ولو كأن منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا كنا ترابا وإذا من إنما تينون قال هل أنتم مطلعون فتولى في الساحل الجحيم قال الله إن كنت لا تردين ولو نعمة ربي لكنت من حضارين أفمن هم ميت إلا موتنا الأولى من معذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك قول نزلا شجرة الزقوم إن شجرة تخرج في أصل الجحيم طالها كأنور الشياطين فإنهم لأكل منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من خميم ثم إن مرجم لها الجحيم إنهم ألفهم ضالين فما لا أدري يهرؤون ولقد ضل قبل عثر الأولين ولقد ترسل في منذرين فانظر كيف كان من المنذرين إلى عباد المخلصين ولقد نادانا نوح ولنبى المجيبون ونجينا وأهله من الكرب الأديم وجعلنا ذريتهم الباكين وتركنا بالآخرين سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنهم من عباد المؤمنين وإنهم من عباد المؤمنين وإن ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا إن من سيدنا إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيفكا آلهة دون الله تريدون فنظر نظرة في النجوم وقال إني ساكن فتولوا عنه مدبرين وروى إلى الذين قال ألا تأكلون ما لكم لا تأكلون وروى عليهم ضربا باليمين فأقبل إلى السفن قال تعبدون ما تنخذون والله خلقكم ما تعملون قالوا ابن له بنيان فألقوا في الجحيم وأردوا بقدم فجعل مسفلين وقال إني ذا هبن إلى ربي سهدين ربي هب لي من الصالح بشرنا بغلام حليم ولما ملك موسى يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحها انظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتولى للجبين ونادينا إبراهيم وستقدر يا إنك ذلك نجي المحسنين إن هذا الأول فلم نبين وفضل بذبح عظيم وتركنا في
الأخرين سلام على إبراهيم إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشر بإسحاق النبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته محسن وظالم ونسم مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجينا مكم الكرب العظيم ونصرنا من فهم الباكين وتركنا عليه في الأخرين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتينا الملك الدم المستبين وآتينا الصراط المستقيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه أن تتقون تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا إن مدرين بدل مخلصين وترك ربنا والآخرين سلام على إلياسين إن كذلك نجي المحسنين وإن لوطا من المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين وإن يونس لوطا من المرسلين إذ أبق إلى الفلك إلى الفلك المسخون فساهم فكان من المدحضين فالتقم الخط وهو مليم إذ نجينا وعلم أجمعين جزا في الغابرين ثم دمر الآخرين وإنكم لتمرون المسبقين بالليل أفلا تأكلون وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المسخون فساهم فكان من المدحضين فالتقم الخط وهو مليم ولولا أن كان من المسابقين لبي سببت إلى يوم يبعثون ونبذنا بالعراء وساقي ما بثنا لشجرة تم يقدين وأرسلنا إلى مئة ألف أو يزيدون فأمن ومتأنا من الأخين فاستفدم على ربك البنات وكلم البالون أم خلقنا الملائكة إنا فوهم شاهدون ألا إن منك من ولكن ودى الله إنما لقد أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تنقوا فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين وتبك كنتم صادقين وجعلوا بين بين الجنة نسبا ولا تعلقوا عن من الجنة إنهم المضارون سبحان الله يوم يصفون لباد المخلصين وإنكم تعبدون ما أنتم بفاتين من سؤال الجحيم وما منا إلى المقام معلوم وإن الصافون وإن المستفقون إن كانوا يكون وإن عندنا مالين وكفر من سوف يعلمون ولقد سبقت كلمات لباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولوا عنهم خندقين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبأدب يستعذرون فإذا نزل بساخة وساء سوف المنذرين فتول عن مخدفين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وسنقاف كم أهلكنا منكم من قرن فنادى ولا تأخينا مناس واجب أن يوم منذر من قال كافر هذا ساخر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء أجاب وانطلق الملأ منهم أن امسوا واصبروا على آلهة من هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المنة الآخرة إن هذا إن اختلاق أنزل عليه ذكر من بين بل مشك من ذكري فلم يأتوا أدب أم عند مخازن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب جند مهزمون من المب جند مهزمون من الأحزاب أذبت قبلهم قوم نوح وعدوا في رمنة الأوتاد وثم تقوم لأصحاب الأيكة وقوم أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل قائقاب وما ينذر هؤلاء نسهاد واخد ما لم ينفوق وقل ربنا أجل لنا كدان قبل يوم الحساب اصبر على ما يقول واذكر عبدنا داود دلائد إنه أواب إذ عرض عن بالعم يعني إنا سخرنا الجبال ما يسمونها بين العشير والإشراق والطير مسحورة قل له أواب وسددنا ملك وأتى الحكمة وحسن الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم سور المخرب إن تقول على داوود فوازي أمين ملاد قالوا لا تخف اسمعني بغباتنا على باتن وكن بيننا بالحق ولا تستيض واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون جدا والنجد واحدة وقال أكفلني وأزاني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نجاتك إن أجيب إن كثيرا من الخلطاء إن يبقى بعضهم على بعض الذين أمنوا الصالحات وقال اللهم هم وظن داود أنما فتن واستغفر ربه وخر راكيا وأناب سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاغفر لنا ذلك وإنه لعندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فقم بين الناس بالحق ولا تتبعها فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض بينهم بعدنا ذلك الظن الذين كفروا فوالكافرين من النار أم نجعل الذين آمنوا من الصالحين كمفسدين في الأرض نجعل المتقين كالفجار إذا بن أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته ولتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود وسليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعصي صافنة الجياد وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها عليها فطبق مسا بالسوق والأعناق ولقد فتن سليمان وقائنا على كرسي جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخر من سكر أزواج هذا أتون فمن أو أمسي بغير حساب وإن لعندنا للزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى رب أني مسني الشيطان بنصب وأذاب وركض برجلك هذا متسهل برد وشراب ووهبنا له أهلها مثل رحمة منا وذكرى لأولي الألباب فخذ بيدك دكثا فاضرب ولا تحنث إن وجدنا صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم إسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصنا بخلصة ذكرى الدار وإن عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واذكر إسماعيل ويوسف سبحانك وهذا الكفل كل من الأخيار هذا ذكر وإن المتقين لهم حسن ما في جنة أدن مفتحة لهم الأبواب متقين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعند مقصرة طرف أتراب هذا ما توعدون يوم الحساب إن هذا رزقنا ما له من نفة هذا وإن للطاغين لشر ما بين جهنم يصلون بئس المهاد هذا فليذوق حميم وغساق وآخر من سقر أزواج هذا فوج مقدحم ماكم لا مرحبا بهم إنهم لصالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتمونا بئس القرار وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار أتخذ سكرا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر أما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض بينهم العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما نذير مبين إذا قال ربك للملائكة إني خلقت بشرا من طين فإذا سويت ونفخت من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر من قبل الكافرين قال يا إبليس ما منك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقتني من طين قال فخذ منها فإنك رجيم وإن عليك لنأتي يوم الدين قال ربي فأنذرني يوم يبعثون قال إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلى بقد مخلصين قال فالحق والحق أقم لأملأن جهنم منك ومن تبعك من أجمعين وما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق بدين الله مخلص له الدين على للدين الخالص والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبد من يقربنا إلى الله زلفى إن الله يكون بينهم فيما هو يختلفون إن الله تمن وكاذب كفر لو أردت أن تأخذ ونذل استوفى ما يخلق من سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق كبير الليل النهار كبير النهر على العين يكسر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم وخلقكم بعد خلق مثل مات ثلاث ذلكم ربكم لهم لا إله إلا فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرد عليكم الكفر وإن تشكروا يرد لكم ولا تزر وزرة وزر أخرى ثم
ربكم مرجوكم ونبيكم ما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خلا نعمة منه نسي من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله والتمت بكفر قليلا إنك من أصحاب النار أمن قانت أن الليل ساجدا وقائما يحضر آخر يرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أمرت أن أكون من المسلمين أول المسلمين قل إني أخاف أن أستحق رب عذاب يوم عظيم قل إني أعبد مخلصا له الدين فأعبد ما شئت من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ذلل لم تأتهم ذلل ذلك يخاف الله فضل في عباده يا عباد واتقون والذين يجتنبوا الطاغوت يعبدوا أن أبوا إلى الله لهم البشرى وبشر عبادي الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئكم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تكلم عن في النار لكن الذين اتقوا ربهم غرفوا من فوق ربهم مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تروا أنه أنزل من السماء ماء فسلك نبيئا في الأرض ثم يخرج به الزرع مختلفا ألوانه ثم يجعله حطاما مسمارا ثم يجعله خطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدر الإسلام فهو أعلى من ربه وأولو قسيت كل من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه من صار مشان يستقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يدن الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين منكم لأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الخزي من الحياة الدنيا والآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي وجه لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنكم ميتون فإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.